يا روحي انتي، ايه ده؟ لا النهارده وشك منور زي الفل، بسم الله ما شاء الله عليكي. الحمد لله. انا كنت فين وبقيت فين؟ يا بنتي انا من شويه مقابله الدكتور وقال لي انه يوم ولا يومين هتقومي لنا زي القرده وتقعدي توجعي لي دماغي ويا اروى مش عارفه ايه وتقعدي تنتقدي فيا وتقولي لي الكلام الفاضي بتاعك ده. يا رب يا رب يا رب. والله بجد انا من شويه مقابلاه قال لي بكره ولا بعده بالكتير. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي على اللي بتعملي معايا ده. ايه اشكرك دي؟ ايه اشكرك دي يا بنتي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انا كل اللي نفسي فيه انك تبقى كويسه تؤمنا بالسلامه. ما تسامحيني. اسامحك؟ اوعي تقولي كده تاني. ما بعد كل اللي بتعمليه معايا ده وعايزاني ابقى زعلانه منك؟ يا بنتي انا لو عملت قد كده مليون مره عمري ما هقدر اسامح نفسي. اوعي تقولي كده تاني، ده كله مقدر ومكتوب يا رب. والحمد لله على كل شيء.